الحقيقة هذا المكان هو حوالي 26 ألف متر في منطقة نحسبها إنها منطقة شعبية فيها عدد كبير من السكان من أهل شبرا الخيمة، لكن الحقيقة كان كل هدفنا في هذا الوقت مع كلية الهندسة جامعة القاهرة ومع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومع السادة الزملاء في صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة إن احنا نعمل عمل هنا متميز جدا لا يقل عن أي عمل بنعمله في أي مكان تاني، بل يمكن على أعلى مستوى موجود. قررنا ان احنا نعمل منشأ شبابي رياضي في كل الانشطه الثقافيه اللي ممكن اي شباب يحتاج منها، من صالات حاسبات آلية، من ورش عمل، من مسرح كبير للندوات الثقافيه والفنيه والموسيقيه، من اماكن اخرى للعائلات وحدائق الاطفال، ثم المنطقه الرياضيه. درسنا الموضوع مع خبراء الرياضه والشباب من الزملاء في وزاره الشباب والرياضه، وتم التصميم عن طريق كليه الهندسه جامعه القاهره، وتم التنفيذ عن طريق الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. المشروع تكلف تصميما وارض وبناء وفي حدود 150 مليون جنيه، لكن احنا شايفين ان المكان اللي موجود فيه هذا المنشا يستطيع عدد كبير جدا من شبابنا ان هو يمارس فيه الرياضه في كل الالعاب اللي احنا قررنا ان احنا نعملها اللي تستوعب اعداد كبيره جدا من شبابنا، واحنا مراعيين جدا البعد الاجتماعي لهذه المنطقه. الدخول هيبقى رمزي جدا، الاشتراك في الالعاب رمزي جدا. عملنا بعض المنشات على بدايه هذا المكان زي المبنى التجاري ومبنى السينمات ومبنى الاداري، نستطيع منه ان شاء الله انه يجي لنا عائد نصرف منه على اداره وصيانه هذا المنشا. كل اللي احنا بنقوله ان الحكومه المصريه برئاسه المهندس ابراهيم محلب في هذا اليوم بتقدم صرح جديد للشعب المصري، انجاز جديد من الانجازات في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنعيش فيها.